ورجعنا لكم تاني ومعانا دلوقتي خبر جميل الحقيقه مفرح، وهو وصول روايه مؤامره على شرف الليدي ميتسي للكاتب الشاب الاستاذ احمد المرسي للقائمه القصيره لجائزه البوكر العربيه. والحقيقه انه الاخبار اللي زي دي او الاخبار اللي من النوعيه دي بتفرحنا قوي. ليه بتفرحنا؟ بتفرحنا لانها بتاكد لنا ان احنا عندنا جيل من الشباب الكتاب المتميزين جدا اللي بيجتهدوا بشكل كبير جدا، واللي اكيد هيكون ليهم مستقبل بارع في عالم الأدب وفي عالم الثقافة بشكل عام. وده إن دل فبيدل على إن هم حقيقي مميزين مؤهلين إن هم يكونوا مرشحين للجوائز الكبيرة اللي زي جائزة البوكر. عشان كده معنا دلوقتي تليفون من الكاتب الأستاذ أحمد المرسي اللي بنبارك له طبعا على الخبر الجميل ده في البداية. أهلا أستاذ أحمد. أهلا بيك يا فندم. ألف مبروك. وطبعا احنا سعداء جدا، وزي ما كنت بقول في المقدمه احنا بجد بنكون فخورين جدا لما بنلاقي كتابنا الشباب بيحصلوا على مثل هذه الجوائز اذا كانت العربيه او طبعا الدوليه. الله يخليك، اهلا بحضرتك. حابب اوجه لكم تحيه والأسرة برنامج يحكي أنا، وسعيد جدا أن أنا متواجد معكم النهارده. إحنا أسعد يا فندم. والحقيقة أنه في البداية كده عايز أسألك إحساسك إيه وروايتك بتوصل للمركز ده؟ وطبعا جائزة البوكر العربية هي بتعتبر أنها واحدة من الجوائز المهمة جدا بالنسبة لكل الكتاب والأدباء. والله هو طبعا إحساس بالتقدير طبعا، يعني أعتقد أن أهم شعور قد يشعر به الكاتب هو حاجتين، يعني او ما يريده الكاتب هو حاجتين. الحاجه الاولانيه الانقرائيه بتاعته وان الجماهير تتعرف على اعماله، والحاجه الثانيه ان هو يحصل على تقدير من خلال الجوائز. وجائزه البوكر واحده من اهم الجوائز في الوطن العربي، وجائزه مهمه جدا ومخصصه كذلك في الروايه، فشعور كبير بالتقدير يعني. جميل. كلمنا عن إعدادك للرواية، كلمنا عن تحضيرك للرواية، أخذت منك وقت قد إيه، المجهود اللي بذلته في كتابتها كان عامل إزاي، الأفكار اللي كنت حابب تطرحها فيها قد إيه كانت بالنسبة لك أفكار مهمة، وكنت شايف هي قد إيه ممكن تعمل تغيير بشكل عام في الرواية اللي حضرتك طرحتها. والله هي الرواية تم كتابتها في حوالي، يعني البحث والكتابة أخذ حوالي سنتين ونص لثلاث سنوات. هي بدأت كتابتها في فترة كورونا يعني سنة 2020. وهي بتدور أحداثها في إطار تاريخي شوية، ولكن فكرتها معاصرة جدا، يعني تمس الإنسان المعاصر بشدة، لأن كلمت قبل كده وقلت إن الألم الإنساني واحد يعني سواء يتخطى الزمن يعني. فهي بتتكلم عن الأمنيات الغير محققة أو التي لم يستطع الإنسان هو يكملها أو يحققها، وكيف يتعامل مع أثرها داخل نفسه يعني. الرواية اتفضل يا استاذ احمد. لا كمل، في اطار تاني اتفضل. في اطار تاريخي بتدور احداثه بين القاهره، قاهره العشرينيات، في فتره ما بعد الحرب العالميه الاولى وثوره 19، ومكان تاني زمان، مكان يعني اطار مكاني تاني في الشرقيه عند قبائل الطحاويه المشهورين طبعا بتربيه الخيل. جميل. رواية مؤامرة على شرف الليدي ميتسي بتدور في العشرينات زي ما كنا بنقول من القرن الماضي، ليه اخترت الفترة الزمنية دي تحديدا؟ وكلمنا أكتر عن أحداث الرواية وعن أبطالها. والله هي الفترة الزمنية، هو الفكرة هي اللي بتحكم على الكاتب، يعني الفترة الزمنية اللي بيكتبها أو العودة للتاريخ بشكل عام. وبداية القرن العشرين مشابهة تماما لبداية القرن الواحد والعشرين. كان عندنا في بدايه القرن العشرين انتهت 1918 الانفلونزا الاسبانيه، عندنا هنا برضه في بدايه القرن جائحه كورونا الشديده. عندنا يعني الحرب العالميه الاولى كانت بتعصف بالعالم، عندنا برضه العالم ازمات سياسيه ومشاكل زي روسيا واوكرانيا وغزه وغيره من المشاكل السياسيه الموجوده والارتباك العسكري اللي موجود في العالم والحروب. أزمة اقتصادية شديدة كانت بتعصف مصر في البداية، برضو عندنا هنا بنواجه أزمة اقتصادية، العالم كله بيواجه أزمة اقتصادية بعد جائحة كورونا، فده بيصنع وضع مأزوم على الإنسان. الإنسان بيكون في حالة أزمة يعني، وتتولد عنده أمنيات كبيرة وتطلعات كبيرة، وكثير منها لا يتحقق بسبب واقعه المأزوم. فكان التشابه شديد جدا، وكأنه يعني نقدر نقيس عليه التجربة بالكامل، التجربة الإنسانية بالكامل.
نقدر نقيس عليه التجربة الإنسانية الموجودة دلوقتي نحلها إلى تجربة إنسانية أقدم تم بالكامل يعني، وتجربة ظاهرة بالكامل يعني. شايف إزاي إقبال الشباب على القراءة وتحديدا قراءة الكتب التاريخية خاصة في الفترة اللي احنا موجودين فيها دلوقتي؟ والله إقبال الشباب على القراءة جيد جدا يعني، كان بيقولوا إشاعات دايما إن الشباب لا يقرأ أو الشعب المصري لا يقرأ أو غيره، ولكن ده مش حقيقي يعني. الكاتب يمكن لو الكتاب وصل له بشكل معين بشكل مناسب، لا الشباب المصري بخير وبيقرأوا، ويعني أنا عايز أقول لحضرتك إن أعمال روائية ثقيلة يعني بتعمل طبعات كبيرة ما كانتش زمان تعملها يعني، ما كانتش في خلال صحيح السبعينات والثمانينات تعمل، صحيح فده بسبب إقبال الشباب على القراءة. ده صحيح رغم ارتفاع أسعار الكتب وغيره. طبعا هنقول إن إحنا أنواع القراءة زي القراءة الإلكترونية وغيرها وظهور هذا النوع من القراءة ساعد كذلك الشباب على قراءة الكتب، ولكن لا طبعا في قراءة الشباب المصري يقرأ طبعا وكده والشباب العربي يقرأ يعني طبعا بيحكي. طبعا. ووجود كتاب شباب زيكم الحقيقة خلى الإيقاع مختلف وأضاف اللمسة الشبابية اللطيفة اللي مخليانا كلنا عايزين نقرأ وكلنا بنحب نقرأ. ده يسعدني يا فندم حقيقي، أكيد ويسعدني إن أنا أكون يعني ولو يعني حجر في بناء كبير يعني مستقبل كبار يعني. الجايزة بالنسبة لحضرتك بتمثل لك إيه، وبالنسبة لأي كاتب بتمثله إيه؟ الجائزة بالنسبة لأي كاتب، خاصة جائزة زي جائزة البوكر، هي تقدير شديد يعني، تقدير طبعا لأعماله، خاصة إن مهما الكاتب قرأ على مستوى كبير يبقى دايما هو محتاج نقد من لجنة تحكيم كبيرة زي لجنة تحكيم لجنة البوكر، ما أساتذة كبار يقولوا له رأيه يعني، هو كأنها شهادة يعني، وكأنها طابع دمغة إن الكاتب ده كاتب ليه مستقبل واعد بيكتب كتابة واعدة واعية، فهو كأنها يعني شهادة يعني. فالتقدير أكيد طبعا لما بينال الكاتب بيبقى سعيد جدا، خاصة لما بيجي من جائزة كبيرة زي الجائزة العالمية للرواية العربية. أكيد أكيد. إحنا بنشكر حضرتك أستاذ أحمد المرسي، وبتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله، وألف ألف مبروك على الجائزة.